بالنسبة للعبد إلى الحافظي، حضرنا معه قبل من المباراة، حضرنا معه قبل المباراة الوداد على الاستعداد ديالو واش يبدا، وكذلك المباراة ديال شبيبة القبيل. واليوم تكلمنا معه على كيفاش يحس، كيفاش واش مستعد انه يبدا المباراة. فهو قال لنا بانه من ناحية نفسية ما مستعدش انه يبدا المباراة من الاول، وبالتالي داكشي علاش خلينا حتى الدقيقة تقريبا 58 عاد دخلناه باش يدخل تدريجيا في التبادل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.